السياحة العلاجية والاستشفائية احتلت فيها الأردن المرتبة الأولى عربيا وضمن العشرة دول الأولى عالميا بحسب التصنيفات. جاء ذلك على لسان وزير الاتصال الحكومي فيصل شبول أثناء إدارته لجلسة تأثير الإعلام على السفر الصحي، وهي إحدى جلسات المنتدى العالمي للسياحة العلاجية والسفر الصحي 2022 الذي يعقد في عمان بمشاركة محلية وعربية ودولية. تكمن أهمية هذا المنتدى من يعني القيمة المضافة التي تتعلق في ترويج السياحة العلاجية في الأردن، تقديم ما يملك الأردن من إمكانيات للرأي العام طبعا العربي والإقليمي والعالمي، بحث التحديات اللي بتواكب هذه الصناعة تحديدا، لأن هي الآن تعتبر صناعة، وفي مقدمتها طبعا الإعلام اللي احنا كنا مشاركين فيه. الإعلام له دور كبير في إبراز جهة واجهة الأردن كدولة سياحية كدولة استشفائية، والأردن تحتوي على عدد من المكونات السياحية التي تواكب هذه السياحة التي هي نوع من أنواع السياحة العلاجية، كذلك السياحة البيئية السياحة الطبيعية. وجاء المنتدى بمشاركة 750 متخصصا من 51 دولة، ويركز على محاور السفر الثمانية الواردة في إعلان عمان 2017، وهي السياحة العلاجية وسياحة طب الأسنان والسياحة الاستشفائية وسياحة المنتجات وسياحة الأكل الصحي والسياحة الرياضية وسياحة التقاعد والسياحة المتاحة للجميع. تحسين الخالدي، التلفزيون الأردني.